طيب نجيكم الحين STC CTS 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 هذه 4 سلندر تيربو بقوة 268 حصان، الجير 8 سرعات، نظام التوجه الإلكتروني اللي هو ZF، نظام التحكم الإلكتروني بالثبات. المميزات: الوسائل الملائمة، مصابح أمامية عالية الأداء HEID، تتضمن إضاءة أمامية، ومصابيح LED عمودية، شبكة أمامية مع فتحة تهوية، نظام تجربة مستخدم كيدلك اللي هو CUE، ونظام اللي هو سماعات بوس 11 سماعة، نظام الغاضة وضاء النشاط النشطة، وعندك يا طول العمر جنط 18، وعندك فرامل أمامية رياضية من برمبو، نظام التحكم مغناطيسي بالقيادة هذه برمبو، وفيه إرباقات أمامية وأمامية لساق والراكب الأمامي أمامية، وبعد منطقة الصدر، ويقول لك في أكثر من إرباق، إرباقات جانبية وأمامية. نظام الإنذار الخلفي، كاميرا الرؤية الخلفية، نفس الخدمة اللي قلت لكم 4 سنين و 100,000 كيلومتر، سعرها 200، سعر 194، 2016 CTS. ذاكرة تخزين مراتب، وعندك كرسي كامل، تبديل الجير حق فون، بروجيكتر، الشاشة تتوقع 8 إنش، هنا عندك وضعيات القيادة. هذه ستاندر، هذيك الفل اللي 4 سلندر منها، وهذه اللي هي ستاندر سعرها 170. طبعا شكلها من برا نفس بعض، بس هذه شوف ما فيها حساسات، والجنط نفس بعض، تنقص بعض المواصفات، بس نشوف كل شيء فيها ما شاء الله.
هذا سي تي اس ستاندر سعره 170,000. سعرها 170. طبعا هذه كلها 4 سلندر، وهذه نفس الحجم بس انها 6 سلندر، وهذه 2015 6 سلندر، سعرها ب 236. في عندهم 16 بس هي متوفره الحين بالصاله، يقولون نفس الشكل بس في تغييرات بسيطه. هذه 6 سلندر 3 ماكينه 3.6 قوة 317 حصان. النظام الصوتي 14 سماعة، وعندك نظام اللي هو سي يو اي وتحكم دفع، عندك كيف السرعات زي المواصفات اللي قريتها لك من قبل شوي. فيها بروجيكتور وفيها زرات حكم الزرسون، عندك هنا داخلية بيج وفيها بانوراما